السلام عليكم ورحمة الله، في قناة عبدو سبور. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. الموضوع اللي راهو كاع العام والخاص راهو يسنى فيه هو موضوع جمال بالماضي ووليد صادي. وليد صادي قال بلي انه جمال بالماضي استقال انسان يوم المباراة في يوم الانهزام وخروج من كأس افريقيا. قال لي شفهيا بلي راح نعتزل، سما راح ديميسيوني وفوالا، شهرين ما شهرين. وبعدها بعد ما فات 3 ايام 4 ايام كل شيء عاود تغير. جمال بالماضي مازال على راس الخضر لهذا الدقيقه اللي انا نتكلمه اليوم. مصطفى معزوزي والزاوي شعلت سما كما قالوا في الموضوع ديالهم، شعلت بيناتهم النار. واحد يتكلم كذا واحد يتكلم كذا. اسمعوا معنا واش تكلم مصطفى معزوزي واش رجع عليه سمير زاوي. تراك تقول دو موندا دراهمو، هل بصفه رسميه؟ انا نقول لك لا. قالوا العرب قالوا باسكو غير وليد صادي هكذا وبالماضي اللي على بالهم وصرا في هذاك اللقاء. انا اسمح لي ما تكوبينيش، والله لا بالموضوع يكوبيني. انا شايفين ماشي هو قال لك غير بالماضي وصادي، وصحاب بالماضي وصحاب صادي اللي على بالهم. لا 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 كاينه كاينه. لكن تخرج اكبر، تخرج اكبر. نعطيك ان اكزومبل ما كاش. شوف الستاف تكنيك تاع بالماضي امضاو نهايه العقد تاعهم، امضاو قبلوا يعني دو مواد سالير هكذا بالماضي وما تفهموش. شكون انونس بليك ما تفهموش؟ من جهه واحده الى حد الان غير وليد صادي راه يتكلم. هذا السيد ما سمعناهش، سمح لي باش يفهم الجمهور. ما راني اليوم نكون ناتر، بالك كنت تقول له زعما نروح مع بالماضي ولا مع صادي هكذا. سمعنا غير وليد صادي قال لك بليك ما تفهمناش، بارك الله فيك. مي ما عطاش لي، ماشي هو اللي عطى. قال لك بالماضي قال لك يعني نضح حد للعمل مع الفيدرالية بالمقابل تخلصوا لي كاع الشغل اللي مازالت في العقد. لأنه حسب بعض المعلومات، أنا شفت عند واحد جيتي شوكي، نعاودوا نوليو كيفاش تسرب يعني عقد بالماضي لدى بعض الأطراف. هذه مهزلة، على بالك بلي كيخرج الكونترا دا لومبلواي تاع لا فيدراسيون سي كاين خيانة عظمى. عباك واش صرا في هاد لافير تاع الكونترا تاع بالماضي باسكو ميلومو كاع جاهد بزاف. فبري نوليو واش صرا؟ صرا بليك السيد تكلم اون ديتاي على الكونترا. شغل نتايا عندك ان كونت بونكير دون اون بونك هكذا، غير الديريكتور تاع لا بونك اللي على بالو شحال عندك في الكونت، وتصيب في المواقع يعطيو لك لي شيفر رقم تاع الحساب تاعك وشحال كاين فيه. دونك هنايا ياك تبقى هذه يعني لا سيتوياسيون هذه سي اون بومب. انا نقول لك بليك الحمله هذه مازال هاي اللي كي تتواصل. هذه الخطره يحبوا اوبيراسيون ديسكريدي. اسمح لي سمير دوك نولي لك انا حمله، انت ماشي حمله. سمير دوك نعطيك الكلمه. سمير سمير دوك نعطيك الكلمه. سمير دوك نعطيك الكلمه. دقيقه برك خلي كمل، دوك نعطيك الكلمه ليك تقول واش تحب بلا ما يحبسك هو، بلا ما يحبسك. دقيقه سمير اتكلم، تحدث مصطفى، تحدث تكلم. سمير من فضلك. سمير يا سمير الجمهور الجمهور الرياضي الكريم واش يستنى؟ يستنى منا يكون حقيقيين، ما يكونوا هكذا. ماشي انت تقول معليش سمير دوك نعطيك الكلمه تحدث واش تحب. انا الحمد لله اللهم اشهد. انا راني لوجيك نهضر بواقعيه. الواقعيه تقول بلي باختصار مصطفى، لكن باختصار مصطفى باش كيفاش خرجت هذه تاع بالماضي ياك طلب 7 مليون اورو. شكون هضرها؟ هضرها بالماضي ما هضرهاش مصطفى كاع على بالو بها. لكن المصادر، كاين مصادر مصطفى. نخدموا بالمصادر. لكن انت ما عندكش مصادر تاع صح. انا عندي مصادر ما قلتهاش. انا عندي مصادر ياك
شكون قال لك ما لاوش تهضر على بالماضي؟ شكون خبرك بلي انا مش نقول على بالماضي؟ ما قلتهاش ما قلتهاش باسكو شكون اللي خبرك انت؟ شكون اللي خبرك؟ سي با سيريو انا ما امنتهاش قالوا هذه خلص انت بصح شكون اللي قالها لك؟ مصادرك الخاصه مي ما قلتهاش انا قلتها لك انت بصح لك تتحدث بها مصطفى انا كي قلت لك هالي لوجيت كونتاكتاوها فون انا ما صدقتهاش ما قلتهالكش قلت لك بليك اليوم عطاوني معلومه مي انا بول ماني با كليدي لكن شكون اللي راه يمدك في المعلومه هذه على بالماضي؟ ما كاش اللي قال لي معلومه انا عطيت لك صبر احكي من راسك لا شوف شوف هاوليك والله راه اكروايا واش مرس ليك لازم عطيت لك قراءه قلت لك جوج نيغوسياو الكونترا ما تفهموش كيفاش السيد واحد ما هضرش وصادي ما هضرش وفي لي ريزو وهذوك العصابه اللي كانوا ضد ما بالماضي راهم يقولوا بليك دوموندا 7 مليون يورو نجعلوها صح اسكو يا اون ريزيلياسيون باش نقولوا بليك سي اوفيسيال اسكو لي راهي لايتي ريزيلي اوفيسيال ما تريزيلياش الوغ اسكتوا علاش ما ريزيلياش علاش اسكتوا وحشموا علاش ما ريزيلياش علاش ما ريزيلياش علاش كاينه بروبلم ما تفهموش ايخ بصح علاه ما تفهموش ما تفهموش ما على بالناش انا نستناو السي وليد صادي الشفافيه اخي تحبوا الشفافيه السي وليد صادي يقول لا لا نورنا ولا باش نشوفوا سمير لا لا السي وليد صادي نورنا ياك يعطينا التصريح ياك تقول عندك مصادرك ايوه قلت لك انا عندي مصادر درت لك قراءه انا معليش قلت لك هذا نيمبورت كي اللي ما قراش اللي ما دخلش للمسيد اللي ما دخلش المدرسه يفهم قلت لك كاين زوج ما تفهموش هذا ما هضرش الاخر ما هضرش وحنا رانا نهضروا في بلاصتهم اي انت لكن حتى الصحافه الفرنسيه عندها تسريبات جميع يا ودي الصحافه الفرنسيه علاش زعما هما خير منا الصحافه الفرنسيه جميع الصحافه اللي يكون عندهم مصادر مصطفى عطاو معلومه خاطئه على جيبه مصادر ما نقدروش نقول نشوفوا سمير ونشوفوا سمير واش يقول انا نقول له حاجه برك اسكو الرئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي ولا المدير ولا النخب الوطني جمال الماضي هذو اليومين قيم ما قعدوا مع ناس ما تلاقاو مع ناس ما قعدوا يشربوا قهوه ما تعشاو ما والو ها يتعشاو نهضر لك هذو الناس هذو الشخصين اللي نهضروا عليهم ما تلاقاو مع حتى واحد صافي هكذا اللي تمشيو اوروبا تمشي بيجي قهوي نو فهمني نجيب لانفورماسيون من القهوه اسمعني باغ اكزومبل البريزون فيدراسيون ما يخرجش يتعشى وحده ما يمكنش صافي يهضر لصحابه وما يهضرش للجمهور الرياضي فهمني نو فهمني ماشيكم غالطين باغي شخصي انا عندي مسؤوليه تاريخيه انا خرجت من مفاوضات مع بالماضي هكذا الناخب الوطني انا الجمهور الرياضي كاع واش لنا الشعب كاع واش لنا من واجبي ندير تصريح رسمي ما كاينش تصريح رسمي كاين تنقل والقاه نقولوا بلي راكم سمعتوا معنا واش صار على سما جمال بالماضي وليد صادي لحد الان مازال جمال بالماضي على الورق ناخب الوطن الفريق الوطني ما خرج جمال بالماضي تكلم ما خرج وليد صادي بصفه رسميه تكلم واحد فيهم مازال ما تكلم اون بوليميكا صاريه بلاطوات راه من تحليلات واحد يتخمن كذا واحد يقول كذا والكلام الصحيح والكلام الصحيح اللي راه يستنى به كل جمهور جزائري باستقاله جمال بالماضي راهو عند بالماضي واحد ما على باله خاوتنا لكن باش نزيدو ناكدو انه لحد الدقيقه جمال بالماضي مازال مدرب فريق وطني باش ندخل لهم في هذيك صالير ودا ومداش ما ندخلش فيها خاوتنا قلت لكم باللي واحد عامل يدير كونترا خطره قلتها في الفيديو اللي فات وجهت سؤال لجميع الجزائريين قلت لهم انت راك خدام دير كونترا 2026 يحبسوك من الخدمه ولا تحبس 2024 اسكو تكمل تدي واش بقى لك 2026 ولا تسمح وتروح هذا واش دخلت هنايا هذا واش قلت ورجعت جواب قلت لكم واحد ما يسمح في امواله هذه هي هنا نقولوا باللي بقى غير الحل تاع جمال بالماضي هو اللي لازم يخرج ولازم يتكلم في وسيله من وسائل اعلام جزائريه او غير جزائريه وانا مفضل تكون التلفزه الوطنيه هو يتكلم معاها تاع الارضيه ويدير معاها تما سما حوار صغير تاع 10 دقائق يفهم فيه الشعب ويفهم فيه كل شيء ويقول لهم هل هو مستقيل او لا من بعد يروح الاتحاديه ونخرجوه من الباب الواسع ولا كان مريح كما رانا حابين والجمهور الجزائري حاب بزاف الجماهير الجزائريه حابين جمال بالماضي يقعد مع الهاشتاغ الاخر اللي هم دايرينه في كل وسائل الاعلام
يريح معنا جمال بالماضي ونديروا بنود ونعملوا عليهم وان شاء الله نروحوا بعيد بهذا الفريق الوطني والديبار يكون من كاس العالم ان شاء الله لانه عندنا وقت باش نديروا فريق متماسك وشاب ان شاء الله ان شاء الله. خوتنا الكرام احنا نقولوا خير لهذا الفريق الوطني وخير لبلادنا ولازم جمال بالماضي في اقرب وقت يخرج للعلن ويتكلم على وضعه مع الفريق الوطني ومع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. شكرا لكم خاوتنا، تابعونا قناة عبدو سبور، فعلوا الجرس. سلام.